لكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت. يوم أمس مع عدد من المسؤولين وضيوف تونس الكرام حول التجربة الإفريقية وحول الشراكة بين دول الاتحاد الإفريقي وعدد من الدول الأخرى. ومن بين المحاور التي تم التركيز عليها في هذه اللقاءات الأسباب التي جعلت من إفريقيا في الوضع الذي لا تزال تعيش أغلبها اليوم، إثر استقبال الدول الإفريقية في نهاية السنوات الخمسين وبداية السنوات الستين من القرن الماضي. كانت الأحلام كبيرة، كان هناك زعماء أسسوا منظمة الوحدة الإفريقية لأنهم يؤمنون بالوحدة الإفريقية، ولكن هذه الأحلام الكبيرة والتطلعات النبيلة لم تلقى حظها ولم تجد طريقها إلى التطبيق. ومن واجبنا اليوم أن ننظر في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الأوضاع في قارتنا الإفريقية المليئة بالخيرات. خيراتنا كثيرة، ولكن من المفارقات أن مظاهر الفقر والبؤس وعدم توفر الحد الأدنى موجودة بل ومتفاقمة. نلتقي اليوم كدول إفريقية مع شريك لنا نجح في تحقيق زواج تاريخي، وكنت تحدثت عن هذا يوم أمس، بين الاحتفاظ بثقافتي وبقيمي، وفي نفس الوقت اختصر المسافة بسرعة في التاريخ. نجاح
جدير بالتنويه وجدير بالنظر في أسبابه التي جعلت اليابان اليوم دولة كما يعلم الجميع في مقدمة الدول المتقدمة. في ظرف وجيز وفي ظروف صعبة استطاعت أن تحقق هذا التطور الذي يشهد به العالم كله، وفي نفس الوقت المحافظة على ثقافة المجتمع وعلى التقاليد السائدة داخل المجتمع. والأمثلة ربما متعددة بالنسبة إلى عدد من الدول الأخرى. أود أن أشكر الضيوف جميعاً، أشكر أصدقائنا اليابانيين وأصدقائنا من كل أنحاء العالم، ولكن لابد أن نبحث معاً في هذا اللقاء التاريخي عن السبل التي تمكن الشعوب الإفريقية من تحقيق آمالها وتطلعاتها وأحلامها التي كانت تراود الجيل الأول من القادة إثر الاستقلال. أننا نشعر اليوم أننا دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ، مرحلة مختلفة عن المراحل السابقة، وكأن القرن 21 بدأ سنة 22. تغيرت الأوضاع بسرعة إثر جائحة الكوفيد، وما نتج عن هذه الجائحة من آلام ومآس وأموات إلى آخر ذلك. ولكن هذه الجائحة أبرزت مرة أخرى أن التعاون الدولي لم يكن بالقدر المطلوب، على الأقل في المرحلة الأولى، حتى أن اللقاحات التي كانت متوفرة في الجانب الشمالي من الكرة الأرضية كانت أضعاف أضعاف اللقاحات التي توفرت في جنوب الكرة الأرضية وفي إفريقيا على وجه الخصوص. دخلنا مرحلة جديدة أيضا نتيجة لهذه الحروب التي بدأت تظهر بين الحين والحين في عدد من الدول. طبعا استقبال رسمي لكل الوفود بداية من ساعات الصباح البارحة، متابع الوصول الوفود من جنوب الصحراء، هذا الوفد من جنوب الصحراء. طبعا هذه صور حصرية تفيد علينا من المطار الرئاسي لتوافد وفود وشخصيات مشاركة في النسخة الثامنة لتكاد 8. الوفد الحالي من جنوب الصحراء طبعا نحن قاعدين نواكب في وصول هذه الوفود. ونذكر وأنه مراسم رسمية كانت السيدة رئيسة الحكومة رينها في استقبال بعض الوفود، السيد رئيس الجمهورية أيضا في استقبال رسمي لرؤساء بعض الدول، وقاعدين نشاهدوا في توافد هذه الشخصيات وكما قلت شخصيات مختلفة، رؤساء دول، وزراء خارجية، وأيضا طبعا هذا الاستقبال رسمي باستقبال والي تونس شيخة مدينة تونس. ومرة أخرى قاعدين نجمع في صورة يبدو وأن جزئيتها قاعدة
الصور نتاعها قاعده تتشكل باعتبار وانه خبراء اقتصاديين من العالم من القاره الافريقيه يحلوا بيننا ويعطيوا صوره مره اخرى لتونس، ارض اللقاء، ارض التلاقي، تونس التي يجتمع تحت سمائها بلدان القاره السمراء بهدف مشترك دفع عجله التنميه